خالتي هالايام علاقتي فيها وايد زينه وشايلتني بعيونها. وي عاد خالتك وخالتك كلها كم يوم وترد ريما العاده القديمه وسأليني انا. يا معوده خلينا نستقل هالفرصه هذه، حبها لك ورضا السلطان عنك، وننفذ خطتنا يمكن تنجح ونطلع من هالبيت ونفتك. احنا شو معذبنا الا وجودنا بهالبيت؟ انا ترى والي فرق يوم اللي نطلع من هالبيت. اي والله. انزين عندك خطه جديده علمينا اياها. تدرون شلون؟ شلون؟ نستخدم سلاح المراه. شنو؟ الدموع. انت متاكده ان خالتي بدارها؟ اقول لك شفتها بعيوني هاللي قاعده تنقطين فيها دموع، دخلت دارها وسكت على روح الدار. عيل مثل ما اتفقنا اول ما يولع العيال لا تاخروا. لا ها بشري وصلوا وصلوا وصلوا. عيل مثل ما قلنا لكم الخطه تنفذونها حرفيا. يلا واحد اثنين ثلاثه. هاي بها ايش فيكم؟ ايش صاير؟ ايش علامكم؟ احد مهاوشكم؟ نسمة نسمة تحكي من طقك؟ اسال امك. امك دخلها بالموضوع. يعني بتكذب عليكم؟ امك اللي سوت كذي؟ يعني هذه دموع صناعيه ولا احنا انتظار؟ طالع طالع الدموع. زين متى الوالده عفشت هالنمونه؟ توها قبل شوي كانت هني معنا بالصاله وكف مختنا لين قلنا بس، وبعدين لما سمعت صوتكم دخلت دارها وقالت هين اصيدكم بعدين. لا وسبتكم وطقتنا وقالت هين اوريكم. وين يعني ما حد يدافع عنا احنا وياخذ حقوقنا؟ وينك يا سلطان؟ من اللي طق؟ انت ما اعتب عليك دخلي. انا وانت معلومه وراها. العتب على المتعلمة اللي فاهمة. أنا متى سويت فيكم هذا؟ متى سويت هذا؟ خالتي كذب. تعال. زين كذي؟ إيه زين. إنزين. الحين عاد إذا فيك شدة صيدني.